عامل توليفه كده. قبل ما اسمع رايك في النقطه دي، يعني اعتدنا دايما في مباريات الاشبال، استاد الاشبال دايما معانا يعني الخبير التحكيمي الكبير الكابتن ناصر عباس، علشان دايما بنقيم الحكام. في مباراه 2005 امام بلديه المحله المباراه السابقه اجاد بطاقم التحكيم. النهارده طبعا كان حكم ساحه، العنصر النسائي كان موجود، الكابتن نوره سمير دي يعني من منطقه القاهره، مساعد اول الكابتن اسامه السيد، ومساعد ثاني الكابتن احمد زيدان. معانا على التليفون دلوقتي الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس عشان نسمع برضو رايه في طاقم التحكيم اليوم. تحياتي ليك يا كابتن ناصر، تحياتي الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد سابق. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وتحياتي لضيوفك الكرام كابتن حشيش والدكتور احمد ثابت، منورين الاستوديو كالعاده. استوديو جميل وحلو، وقاعدين بنتفرج وبنستمتع بيكم بامانه. يعني مبروك النادي الاهلي على الاداء والنتيجه، وهارد لك لنادي الجونه. كابتن اسامه، هنتكلم الاول بشكل عام على الحكمه نورا سمير. واحنا طبعا احنا الاول يعني بنحدد بشكل عام، وعندنا الحالات التحكيميه اللي هي هنقولها من خلال المباراه. اولا انا يعني اولا بحييها النهارده بامانه على الاداء بشكل عام. شفنا كابتن اسامه حاجه مهمه جدا، وهتكلم على الشخصيه التحكيميه. لاحظنا ان هي عندها جديه وعندها اهتمام كبير قوي وتركيز في المباراه، وده دايما احنا بنقوله للحكام اللي هم الرجال. النهارده هي ادت بشكل جيد من خلال الشخصيه التحكيميه. نروح لنقطه مهمه، واللياقه البدنيه كابتن حشيش كابتن دكتور احمد على مدار شوطين اللقاء، هي اولا هي لعبت العاب قوه قبل كده كابتن اسامه، وشفنا قد ايه عندها تحمل عام كويس قوي من بدايه المباراه من ناحيتها. عندي بس نقطه للتطوير، وزي ما قلنا احنا في قناه النادي الاهلي النهارده ما بنقولش سلبيات، احنا بنقول الايجابيات وبنقول نقاط التطوير يا كابتن اسامه. يجب ان هي تطور من ادائها لما يكون في هجوم معاكس او الهجمه المرتده. هنا لابد ان هي يعني تتوقع وتبتدي تتحرك، ما تستناش اللعبه تتلعب وبعدين تبتدي تجري، لان هنا تبقى يعني احيانا في بعض الحالات تبقى بعيده بعض الشيء. ولكن بشكل عام اللياقه البدنيه النهارده كانت موجوده بشكل كويس. النقطه بقى المهمه وهي تقدير المخالفات يا كابتن اسامه، واحنا هنا بنتكلم هناك بعض الايجابيات ليها حسب بعض المخالفات، وايضا خلت اللعبه تتواصل في بعض الحالات، ولكن عندها بعض الحالات اللي هي المخالفات كان يجب ان تحتسب، وايضا العقوبات الانضباطيه النهارده تقريبا لابد ان هي تخلي بالها، وده مهم جدا تتدرب على امتى ادي انذار وامتى ما اديش انذار وامتى احسب المخالفه فقط. اسامه السيد النهارده وكان مساعد ممتاز النهارده، حكم من الحكام المساعدين ممتاز القاهره الكبار، يعني عايز اقول النهارده ادى بشكل كويس خاصه في الهدف تقريبا الثاني. وايضا احمد زيدان النهارده كان من القاهره ادى مباراه كويسه وتعاون بالقرار في اكثر من حاجه. نشوف بقى كابتن اسامه بقى الحاله الاولى. طيب معانا الحالات يا شباب؟ جاهزين؟ ماشي اتفضلوا. يلا هنشوف الحاله الاولى كابتن، واحنا قلنا دايما بندي ثقافه تحكيميه من خلال الاستوديو التحليلي. نشوف هنا الربع، شيلوا الاستراب يا شباب. اوكي اتفضل يا كابتن. هنا كابتن اسامه بنتكلم في نقطه مهمه جدا وهي الكوس او الربع دايره. وهي ربع دايره يعني ايه؟ هي منطقه ركنيه ربع دايره نصف قطرها 1 يارد. هي بتبقى من قائم رايه ركنيه داخل ميدان اللعب. البعض يرى ان هنا الكره ممكن يقول ان هي خارج الكوس، لا، هنا الكره طالما لمست كابتن اسامه خط الربع دايره هنا بقت موجوده في اللعب. وهنا عاوزين نشرح مش شرط ان الكره تكون موجوده كلها داخل ربع دايره، ولكن هنا بنقول ان هنا الكره هنا في جزء منها ملامس الخط، وبالتالي هنا هي بقت لعب وهنا الكره صحيحه. دي الحاله الاولى، ودي حاله بنقولها للبعض عشان يبقى عارف ان مش شرط ان الكره تكون موجوده داخل. الاهتمام بالتفاصيل الصغيره ده يبين مدى طاقم التحكيم اهتمامه وتركيزه يا كابتن ناصر. كابتن اسامه النهارده عاوز اقول لك على حاجه مهمه. خلي بالك، ويمكن يعني ما اعرفش الدكتور احمد ثابت وكابتن حشيش يقول حاجه مهمه قوي. القناه النادي الاهلي لما بتعرض المباريات دي الكل بيقعد يشاهد، حتى الحكام يا كابتن اسامه يقعدوا يشوفوا المباراه ويشوفوا التحليل التحكيمي. اللعيبه ذات نفسها بتبقى فرصه لكل اللعيبه سواء النادي الاهلي او من الانديه الثانيه يبقوا سعداء جدا بان هم يشوفوا التحليل في القناه. نروح للحاله الثانيه كابتن اسامه ونشوف لو الحاله الثانيه معانا تقريبا. الحاله الثانيه الهدف الثاني للنادي الاهلي. هنا الكره باللاعب النادي الاهلي هنا بيرجع
وعاوزين نشوف هنا هل في تسلل عند المساعد اسامه السيد ولا لا؟ هنلاحظ هنا كابتن اسامه هنا الكره هنا لما بترتد من المدافع وترجع تاني للاعب بيلعبها النادي الاهلي بالراس، ان لاعب النادي الاهلي في موقف سليم ومتغطي باثنين لعيبه اللي هو لاعب رقم خمسه واللاعب رقم 21. وتمركز المساعد فول ممتاز. ممتاز يا كابتن اسامه. ممتاز، وهنا الهدف هدف صحيح نتيجه التركيز من الحكم المساعد ولحظه الربط ما بين لعب الكره وموقف التسلل يا كابتن اسامه. هدف صحيح للاعب النادي الاهلي. وبالتالي هنا الحالة الثالثة معانا كابتن ناصر. الحالة الثالثة كده هنا يمكن أنا بقول لها يا نورة في حاجة مهمة قوي، هنا الرجل مرفوعة باينة قوي. يعني هنا وأنتِ قريبة جدا يا نورة، يعني هنا المخالفة موجودة وكان لابد احتساب المخالفة وإشهار بطاقة صفراء للتهور. نرجع تاني للعبة دي يا كابتن أسامة. هي متمركزة تمركز صحيح يسمح لها بالرؤية كمان. بالظبط. انا بص شوفوا يعني حتى الدخول حتى من غير حتى في تهور يعني ممكن اخدها كده بالشكل. هنا كان يجب احتساب المخالفه ومع المخالفه كان يجب اشهار البطاقه الصفراء دي. دي برضك احنا بنقول يمكن حالات عدت وبتعدي على احيانا بعض الحكام، ولكن بقول لها يا نورا انت كنت قريبه ولكن ما يجب ان الفاول ده يعدي عليك في الحاله اللي بعد كده كابتن اسامه نشوفها. حاله من الحالات المهمه نفس الشيء يا كابتن اسامه نشوف هنا تهور تستوجب بطاقه دي كمان التهور موجود. بص هنا بص اللي هنا يعني دي حاله برضك هي نفس الحاله اللي فاتت، عشان كده بنقول ايه خلي بالك يا نوره من كابتن ناصر. الكوره دي هي بعيده شويه عن الكوره. تمام يا كابتن حشيش. يعني بص هي فين دلوقتي؟ عندها بعض الحالات اللي كان يجب ان هي تبقى عندها قراءه يعني. هنا كان بد من الحكم المساعد احمد زيدان يساعد بالقرار يا كابتن حسن حامل المساعد. المساعد احمد زيدان هو مساعد رقم 2 هنا. أيوه. ان هو يساعد بالقرار. لان هي المخالفه قريبه منه، هنا المخالفه موجوده بتهور وللاسف هي لم تحتسب المخالفه ولم تشهر البطاقه الصفراء للحكم. الحاله اللي بعد كده كابتن اسامه ونشوفها. حاله من الحالات المهمه جدا. شوف هنا يعني كان في حاله مهمه جدا وعاوزين نشوف هنا هل هنا في مش دي الحاله يا شباب كابتن ناصر بتاعت الدقيقه 65 في حالات ثانيه عندنا بتاعت ركله الجزاء. انا عندي حاله ركله. لا هم بيقولوا لي دي اخر حاله يا كابتن ناصر. طب اخيرا يا كابتن ناصر ممكن نشوف العنصر النسائي السنه دي بيحكم في الدوري الممتاز تكون عندنا حكمه ساحه في مباريات الدوري الممتاز ولا لسه الخطوه دي يعني محتاجه عندنا شويه؟ هو بالفعل كابتن اسامه في الجوله 34 من الدوري الممتاز اللي هي كانت من الموسم اللي فات عندنا كان شهندا المغربي كانت موجوده ادارت لقاء انبي وسيراميكا. أيوة. في الجوله في الجوله 34 على فكره وادت مباراه كويسه جدا جدا. عندنا شهندا وعندنا يارا عاطف وعندنا ايضا نوره سمير. نتمنى طبعا النهارده نوره النهارده بتقدم اداء كويس وفرصه للمحكمات او الحكمات زمايلها ان هم النهارده تديهم الثقه ولكن الحكام النهارده لابد ان احنا كابتن اسامه النهارده يدوا المحكمات فرصه عشان نشوف كمان محكماتنا في البطولات اللي هي الافريقيه ان شاء الله. طاقم التحكيم النهارده كم من 10 كابتن ناصر؟ الاداء يعني لازم يا كابتن اسامه ندي درجه؟ عايزين درجه على الهوا. طيب انا بقول حكام القاهره يا كابتن ناصر خلي بالك حكام القاهره دول حشيش طبعا اكيد حكام القاهره طبعا يعني كابتن القاهره مليانه بالحكام المتميزين وغير المناطق طبعا مناطق كثيره موجوده. بدي النهارده نوره سمير كابتن اسامه على شجاعتها وشخصيتها التحكيميه بديها 8.5 ودي يعني درجه كبيره جدا جدا طبعا درجه كبيره من كابتن ناصر. درجة كبيرة جدا وزي ما قلت هي عندها حاجات تفاصيل صغيرة هتشتغل عليها اللي هي المخالفات وتقدير العقوبات الانضباطية. واحنا بنشكرك. اتفضل يا كابتن. اسامة السيد امتياز النهارده واحمد زيدان النهارده تعاونوا بالقرار. بدي اسامة 9 وبدي احمد زيدان 9. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا ودايما بتمتعنا كالعادة الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس.